السلام عليكم. خويا الشركه هذه راه وقفتنا بمناسبه الجائحه ديال كوفيد 19، وقفنا كنا خدامين وقفنا، قلنا غادي تريحوا راه غادي نبانتي لكم في الكيس باش غادي يعطيكم 40000 ريال. الوقت اللي حنا ريحنا ما داز لينا والو، ما استفدنا والو. شويه عاد كيعيط لينا كيجيبوا لنا جيو راه الشركه راه وقفات، اللي بغى 40000 ريال ياخذها ويمشي بحاله. حنا كنطالبوا على الخدمه، بغينا نخدموا. انا والدنا مشردين وولادنا مشردين وعندنا كريديات وعندنا لوازم اخويا. هادشي اللي كنطلبوا، حنا ما بغينا نفوضويين لا والو. حنا الجائحه جات عند الله، حنا مصرين خلانا معلقين اخويا، ما حنا هكم حناك، حنا عندنا كرا وعندنا كريديات وعندنا صوب ديال الخدمه. وهادشي اللي كنطالبوا. اش قال لينا دابا راه كيعيط عباد الله كيقول لهم جيو خذوا 40، خذوا شي وحدين خذوا 40000 ريال ومشاو بحالهم. حنا بغينا نخدموا. وما عطانا، ما استفدنا، ما استفدنا من الجائحه ما والو. ياك كوفيد هما اللي عاطينا، الحكومه محمد السادس هو اللي عاطينا هاد الفلوس هادو، علاش ما نستافدوش حنايا من الخدامه؟ هادشي اللي كاين. كوم اخوان مستخدم في شركه النقل الممتاز، توقفات في شهر جوج، شهر ثلاثه لموا تروا. سيروا تنعيطوا لكم، الحجر ساله، شي تعيط ما كاينش، تعويضات ما شديناهاش، الدعم اللي قالوا غيشدوا ديال لاكيس شي شدوا شي ما شدوش، علاش الله اعلم. ودابا هو هذا النائب المدير تيقول لنا راه درنا شكايه وراه تقبلات لكم، راه غادي يجيكم توصلوا، ما كاين والو، اركدوا. الطوبيسات ما كاينينش لداخل، مشاو لمدينه اخرى. شادين هنا المخزن تيقول لك اسيدي الحجر الصحي، هادشي تديرو غير قانوني. شنو هو البديل؟ شنو هو الحل؟ ها هو سمعت يقول لك غادي تخدموا، امتى غنخدموا الله اعلم. سيروا تنعيطوا لكم، اللي عنده طريطه ولا عنده عائله ولا عنده اسره اش غايدير؟ اش غايدير؟ شنو هو الحجر الصحي هكاك؟ شنو هو الحجر الصحي؟ الحجر الصحي هو ما تخرجش، هو واش تاكل واش تصرف؟ الاولاد اللي عنده طريطه، اللي عنده كرا، اللي عنده فرماسيه، اللي عنده حانوت، اللي عنده، شنو هو الحل؟ هادشي اللي عطاه.